بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه وسلامه باذن الله. النهارده هشتغل معاكي غرزه جديده على شكل كوب كيك زي ما انت شايفه كده، شكلها جميل وحلوه جدا، وتقدري تعمليها باي الوان انت عايزاها. انا شفت الغرزه دي على انستجرام وعجبتني، بس هي ملهاش ولا بطرون ولا فيديو، فانا فكرت كده فيها تتعمل ازاي وعملتها معاكم عشان لو حبيتي تطبقيها بتدي منظر جميل للمشغولات. انت ممكن تعملي منها شنطه اطفال، ممكن تعملي منها صدر فستان وتعملي الديل والباقي يبقى ساده، هيبقى شكله حلو جدا. اهم حاجه انت لما هتشتغلي الغرزه دي هتشتغليها من تحت لفوق، يعني ما ينفعش تشتغليها تبدأي لو صدر فستان من فوق وتنزلي بيها عشان هتبقى مقلوبة كده، تمام؟ فانت هتعمليها من تحت لفوق. الغرزة سهلة خالص، وعبارة عن أعمدة وغرز الحشو وغرزة الكلاستر من 5 أعمدة، يعني ما فيهاش أي حاجة. انت تقدري تعملي منها كمان كنار لفوطة مطبخ، حاجات كتير ممكن تعمليها هي نفسها كده بخيط سميك، تعمليها سجادة لمطبخ مشاية صغيرة كده، يعني هي ممكن تتعمل حاجات كتير. انت فكري بقى في استخدام ليها واعمليها على ذوقك. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الغرزة. وقبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الغرزة من مضاعفات العدد 5 زائد 4، يعني كل 5 سلاسل بيعملوا لك واحدة من الكب كيك. فانت هتفضلي تكرري في ال5 سلاسل لحد ما توصلي المقاس اللي انت عايزاه، وبعد كده هتزودي 4 سلاسل. انا هشتغل هنا 30 سلسلة، يعني هكرر ال5 سلاسل 6 مرات. في الاول هعمل عقدة البداية وهشتغل تكرار لل5 سلاسل. 1 2 3 4 5، دول كده هيعملوا لي واحدة من الكب كيك. كده 6 7 8 9 10، انا كده هفضل اشتغل لحد ما يبقى عندي 30 سلسلة. كده انا قررت لحد ما بقى عندي 30 سلسلة هشتغل 4 سلاسل. 1 2 3 4، السطر الاول هترتفعي سلسلة وهتدخلي على كل سلسلة تشتغلي غرزة حشو، يعني السطر الاول كله غرز حشو. كده اول غرزة حشو، تانية، كده تلاتة، وهتفضلي تكرري كده لحد اخر السطر على كل سلسلة. هتدخلي كده وتشتغلي جواها غرزة حشو، هتفضلي تكرري كده غرز حشو لحد ايه، لحد اخر السطر. ده كده السطر الاول عندك عبارة عن غرز حشو. السطر التاني هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، هتاخدي لفة على الإبرة وهتلف الشغل، وهنا السطر كله أعمدة. هتسيبي كده غرزة الحشو اللي هي فوقيها العمود اللي فوقيها 3 سلاسل، وهتدخلي على أول غرزة حشو بعدها هتشتغلي عليها عمود، وهتفضلي تكرري على كل غرزة حشو هتشتغلي عمود بلفة لحد ايه، لحد آخر السطر. على كل غرزة حشو هتشتغلي عمود بلفة، تمام؟ هتكملي كده لحد آخر السطر كله على غرزة حشو، على كل غرزة حشو عمود بلف. ده كده شكل السطر التاني، اشتغلناه كله على كل غرزة حشو عمود بلف. اخر السطر هتدخلي على اخر غرزة حشو وتعملي عليها عمود، بتاخدي منه لفتين وبتسيبي لفة على الابرة، وهنا هتدخلي الخيط اللي باللون التاني، وهنا انا هعمله بلون بيج غامق عشان يبقى لون الكيك كده، تمام؟ انت طبعا هتختاري اللون حسب ما انت عايزة. احنا هنا كده هندخل اللون على طول كده، تمام؟ هتسحبي كده تظبطي الخيط، وهنقفل الخيط ده هوريكي في الاخر هنقفله ازاي. السطر التالت هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدهم هتشتغلي سلسلة، ودي هتبقى فرق بين العمود والعمود اللي بعده. وهتاخدي لفة على الابرة وهتلفي الشغل كده، وهنا هتسيبي اول عمود اللي كان فوقيه 3 سلاسل دول، وهتعدي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي عمودين، وتقول كده بداية الكب كيك معاكي. كده عمود 2، وعلى اللي بعده عمود 1، عمود بلف. على اللي بعده هتشتغلي عمودين، 1 2، يبقى كده اشتغلتي 5 أعمدة، 2 على اول عمود و1 على التاني و2 على التالت. هتشتغلي سلسلة، وهنا هتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي تكرار للي احنا اشتغلناه. هتشتغلي عمودين على اول عمود قبلك، 1 2، وعمود على اللي بعده
وعمودين على اللي بعده، يبقى كده اشتغلتي 5 أعمدة. بعدهم هتشتغلي سلسلة وهتكرري ان انت هتسيبي عمودين وهتشتغلي على التالت بنفس الطريقة. وزي ما انت شايفة كده، انت هنا سبتي عمودين واشتغلتي على تلاتة، هما دول ال5 سلاسل اللي احنا بنفضل نكررهم، وكل 5 سلاسل بيعملوا لك واحدة من الكب كيك. فانت كده هتكرري اللي احنا اشتغلناه لحد اخر السطر، ونرجع هنكمل مع بعض. ده كده شكل السطر التالت عندك. انا كده بقى عندي 1 2 3 4 5 6 6 من الكب كيك، عشان انا عاملة 30 سلسلة، يعني مكررة ال5 سلاسل 6 مرات. اخر السطر هتشتغلي سلسلة وهتاخدي لفة على الابرة، وهتعدي عمود 2، وعلى تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع هتشتغلي عمود، بس هتاخدي منه لفتين، وهتسيبي اللفتين هنركب فيهم بقى ايه اللون الجديد. انا هنا هعمله لون بينك، انت اللون ايه اختياري بالنسبة لك زي ما انت عايزة. فانت هتشتغلي، هتقفلي كده كأنها اللفة التالتة من العمود، وتظبطي كده الشغل عندك، وهنيجي نقفل ده كله في الآخر. هتشتغلي بعد كده غرزة سلسلة، وهتلفي الشغل، وهنا على أول سلسلة هتقابلك هتشتغلي عليها غرزة حشو. احنا هنا هنشتغل على كل عمود من الخمسة دول غرزة حشو، بس على الطرف الأمامي. يعني انت عندك هنا للغرزة طرفين، طرف هيبقى قدامك وطرف خلفي في الظهر كده، فاحنا هنشتغل على الامامي. هتدخلي كده وتشتغلي على الامامي، هتشتغلي غرزة حشو، وعلى الامامي اللي بعده هتشتغلي برضه اهو، تمام، غرزة حشو على الامامي، على الامامي كده هيبقى سهل معاكي اهو، بتطلع الامامي لوحدها اهي، تمام. هتشتغلي عليها غرزة حشو، على الامامي كده غرزة حشو، على الامامي غرزة حشو، وبعدين هتشتغلي غرزة حشو جوه السلسلة. انت دلوقتي لما اشتغلتي على الامامي هتاخدي الشكل ده، تمام. وكمان لما اشتغلنا وده كده هيبقى عندنا وش الشغل. فانت كده لما هيبقى ده وش الشغل واشتغلتي غرزة الحشو، تعتبر هتبقى ظهر غرزة الحشو، هتديكي شكل احلى ما انت تخلي ده غرزة الحشو هي وش الشغل. انت هتفضلي تكرري كده على كل عمود، هتشتغلي غرزة حشو بس على الطرف الامامي اللي قدامك ده، تمام. هترفعي كده الطرف اهو، وسهلة معاكي ان انت تشتغلي على الطرف الامامي، تمام. طيب على السلسلة بتشتغلي ايه؟ بتشتغلي جوه السلسلة كده غرزة حشو، تمام. ده كده لما هيبقى وش الشغل عندك هيبقى شكله جميل بالطريقة دي. انت هتفضلي تكرري بالطريقة دي كده لحد اخر السطر. هتشتغلي على كل عمود غرزة حشو على الطرف الامامي، هتشتغلي على السلسلة جواها كده هتشتغلي غرزة حشو. ده كده هيبقى شكل السطر عندك، تمام. ده كده ظهر الشغل عندك. اخر السطر هتعملي غرزة حشو جوه السلاسل، وهنا هتدخلي هتعدي 1 2، وعلى تالت سلسلة هتعملي غرزة حشو، تمام. بس هتسحبي برضو ايه باللون الابيض بقى المرة دي. احنا هنا هنغير اللون، ولما انا هغير اللون هنا هغيره باللون الابيض، تمام. هنطخل كده اللون الابيض، وهنا السطر هيبقى بغرز الكلاستر. فانت في الاول هترتفعي 1 2 3، تمام، وبعد كده هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3. ده هيبقى فرق بين يعتبر العمود وغرزة الكلاستر. كده هتلفي الشغل وهتاخدي لفة على الابرة، تمام. وهنا هتدخلي هتسيبي غرزة الحشو، وهتدخلي على 5 غرز الحشو اللي انت كنت عاملاهم، وهتعملي عليهم غرزة كلاستر من 5 أعمدة، تمام. فانت هتسيبي غرزة الحشو الأولى، وهتدخلي على أول غرزة حشو على أول عمود، وهتعملي غرزة كلاستر، يعني بتاخدي من العمود لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وتدخلي على الحشو اللي بعدها تعملي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. هنا غرزة الكلاستر هتبقى من 5 أعمدة بلفة. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي على الحشو التالتة وتعملي عليها عمود بلفة، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. على الرابعة هتاخدي من العمود لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. على الخامسة عمود بلفة، هتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. وبعد كده هتاخدي ال6 لفات مع بعض كده، فبقى عندك شكل الكب كيك زي ما انت شايفة كده. انت بقى لو عندك الخرز، عندك خرز هتركبيه، والخرز ده
ينفع تركبيه في الخيط، هتركبيه في الخيط، وفي الوقت ده وانت بتاخدي اول لفة كده هتركبي فيها الخرزة. لكن لو انت ما عندكيش هتركبيها ايه يعني الخرزة رفيعة مش هتنفع تدخل فيها الخيط، فهتركبيه بالإبرة والخيط وهتركبيه على ايه الفتحة دي كده. تمام، انت كده قفلتي، فهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتاخدي لفة على الإبرة وهتكرري، هتسيبي غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها جوه السلسلة وتروحي ل5 غرز الحشو، 1 2 3 4 5 اللي هم على الأعمدة، وهتشتغلي عليهم غرزة كلاستر من 5 أعمدة. غرزة الكلاستر اللي هي كلاستر أو عنقود أو حمص، بتدخلي كده على كل غرزة حشو وتعملي عليها عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة لحد ما يبقى عندك 5 أعمدة. بتروحي واخدة ال5 أعمدة كده واللفة الأساسية، يعني تاخدي ال6 لفات دول مع بعض، وبعدين بتقفلي عليهم القفلة عليهم دي. لو عندك الخرزة جوه الخيط هتقفلي عليها. ده كده الشكل عندك، وعشان كده احنا شايفة كده وش الشغل حلو ازاي، والطرف الامامي باين جميل عندك ازاي، وكمان غرزة الحشو ظهرها احلى من وشها، عشان كده اشتغلنا على ظهر الشغل، اشتغلنا غرزة الحشو بديتها على ظهر الشغل عشان تديك الشكل الجميل ده. هتكرري بقى 1 2 3 4، يعني انت قفلتي على الغرزة واشتغلتي 4 سلاسل. هتسيبي غرزة الحشو وهتشتغلي على كل عمود، هتعملي غرزة كلاستر، عمود عمود عمود، غرزة الكلاستر هنا من 5 أعمدة اللي هما كانوا 5 غرز حشو اللي هما كانوا 5 أعمدة تحت. تمام، هتاخدي كده وتقفلي، وهتشتغلي بعدها 4 سلاسل. وزي ما انت شايفة كده ده شكل الكب كيك، هتكملي كده لحد الآخر. وهاجي اكمل معاكي آخر السطر بعد ما اشتغلتي غرز الكلاستر كلها. آخر السطر هيبقى عندك 3 سلاسل، 1 2 3، وهتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي ما بين غرزة الحشو وسلسلة الارتفاع، بتشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وبتسيبي اللفتين دول هنقفل بيهم. ده كده عندك شكل السطر الخامس، وهو ايه عندك زي ما انت شايفه كده هما 3 سطور اللي بيعملوا لك الكب كيك، يعني السطر اللي هو اللي باللون البيج ده، والسطر اللي بالبينك، والسطر اللي بالابيض. قلت لك لو انت هتركبي الخرز هتيجي عند قفله غرزه الكلاستر كده وهتركبيها بالابره والخيط، وانا برضو هوريكي خرزايه كده بتتركب ازاي. هما ال3 سطور دول اللي هيكرروا معاكي، زائد السطر الحشو وسطر الأعمدة، هما دول اللي بيفضلوا يتكرروا معاكي. فأنا هشتغل معاكي دلوقتي سطر الحشو وسطر الأعمدة، وانت هتكرري بعد كده ال5 سطور دول. هتجيبي بقى نفس اللون اللي انت اشتغلتي بيه البداية، وهتعملي هتركبيه كده، هتاخدي اللفتين مع بعض. تمام، وهنا هترتفعي سلسلة وهتلفي الشغل. تمام، خدي بقى معاكي الخيط تحت الشغل، هيبقى شكله احسن من هو متاخد تحت الشغل. وهنا هتشتغلي على ال3 سلاسل دول 4 غرز حشو. اول السطر بتشتغلي على ال3 سلاسل 4 غرز حشو، 1 2 3 4. تمام، يبقى انت كده اشتغلتي ارتفعتي سلسلة واشتغلتي 4 غرز حشو. ده هنا السطر الاول بنكرره هنا تاني. هنا على ال4 سلاسل دول هتشتغلي 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. يعني انت كده بترجعي عدد غرز الحشو زي اللي احنا بدأنا بيها بالظبط، اشتغلتي 4 غرز حشو وبعدين 5. هتشتغلي جوه كل واحدة من ال4 سلاسل دول 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. تمام، وهتفضلي تكرري بالشكل ده جوه كل 4 سلاسل 5 غرز حشو لحد اخر السطر. وحاجة اشتغل معاكي الجزء الاخر اللي زي ده، بعد ما اشتغلتي كل السطر 5 غرز حشو جوه جوه ال4 سلاسل، هنا في الاخر هتشتغلي 3 غرز حشو بس، 1 2 3. يعني انتي في الاول اشتغلتي 4 وفي الاخر اشتغلتي 3، وهتدخلي جوه تالت سلسلة كده تشتغلي منزلقة. تمام، انتي دلوقتي هتكرري السطر اللي هو التاني، هترتفعي 3 سلاسل وهتلفي الشغل، وهنا هتسيبي اول غرزة كده مش بتشتغلي عليها، وبتدخلي على الحشو اللي بعدها. تمام، وهتشتغلي عليها عمود، وهتفضلي برضو تشتغلي زي ما اشتغلتي تاني سطر، هتشتغلي على كل غرزة حشو عمود، على كل غرزة حشو هتشتغلي عمود، هتفضلي تكرري كده على كل غرزة حشو عمود لحد اخر السطر.
ده كده بقى شكل السطر عندك، وانت عندك هنا الكب كيك اهو. تمام، يبقى انت لما هتكرري هتكرري من اول السطر الثالث اللي هو اللون البيج ده اللي هو بداية الكب كيك، لحد الجزء اللي احنا اشتغلناه ده. يعني انت هتكرري 1 2 3 4 5، 5 سطور هتفضلي تكرريهم، وبعد كده هتقفلي باللي هو الحشو عمودي. يعني هتقفلي بالسطرين اللي هو سطر حشو وسطر عمود. دلوقتي هوريكي بس كده لما تحبي تقفلي هتقفلي ازاي، عشان خاطر يبقى الشغل معاكي نضيف. وكمان احنا هنا ما قفلناش السطر عشان بتبقى عاملة كالكوعة كده لما بنبدأ ببداية جديدة، فعشان كده انا قفلته معاكي بالطريقة دي. انت بتجيبي ابرة التقفيل وبتظبطي بقى العمود كده معاكي، بتضيقيه تمام، وبتدخلي انت في ظهر الشغل، بتدخلي كده بقيتي كده في ظهر الشغل زي ما انت شايفة اهو، مفهوش اي مشاكل ماشي. وفي ظهر الشغل بقى بتروحي جاية مثبتة اللون في نفس اللون بتاعه تمام، بس كده خلاص. وبتقصي وكل لون بتعمليه مع نفس الحاجة. هتقصي الفتلة دي اللي باللون البيج، هتشدي برضه كده تبقي ثبتي كده الشغل معاكي تمام، وهتروحي جاية ايه مخيطة كده وطالعة بالطريقة دي كده. اهم حاجة تبقى الشغل معاكي كده بالراحة وانتي بتقفلي. بتدخلي تحت الغرز تمام كده، انتي بتقفلي اهو الشغل زي ما انت شايفة بيتقفل معاكي نضيف، وبيبقى زي ايه زي ما يكون مفيش فتل ولا اي حاجة. انتي بقى بتظبطيها بطريقتك كده وبتقصي الخيط، بتظبطيه كده وبتقصي الخيط، مفيهوش اي حاجه باينه معاكي زي ما انت شايفه كده. نفس الحكايه تعمليها في اللون الابيض، ونفس الحكايه بتعمليها في الالوان كلها، بتعدي كل لون من تحت اللون اللي انت شغاله بيه، وبعد كده بيبقى سهل معاكي. اما انت بقى لو شغاله في الداير فبترفعي معاكي الالوان دي طول ما انت شغاله. انت لو الخرزه اللي انت عايزه تركبيها هنا عشان شكل الكوب كيك يبقى حلو ضيقه، فهتجيبي ابره كده صغيرة بتاعت التطريز تمام، وهتدخلي الابرة من ظهر الشغل على مطرح ما قفلتي غرزة الكلاستر كده تمام. يعني انت عندك ده وش الشغل خلاص اللي هو فيه العمود، فيه بارز لبره كده الطرف الامامي بتاعه، فانت هتدخليها مطرح ما قفلتي الاعمدة كده تمام. وهتجيبي الخرزة وهتركبيها كده على قفلة ايه الاعمدة بتاعت غرزة الكلاستر. معلش بقى انا ايه، انت هتركبيها احسن مني كمان ان شاء الله تمام. هتركبيها كده وهتعديها تاني من نفس المكان بالشكل ده كده تمام. كده ايه تركبت معاكي اهي، وبقى زي ما انت شايفة شكلها حلو كده بالمنظر ده، كأنها كريس كده هنا. وانت في ظهر الشغل بقى هتروحي داخله بالابره التطريز كده تحت ايه، تحت غرز الحشو دي. الشغل نضيف معاكي اهو مفهوش حاجه، تعديها من تحت غرز الحشو في ظهر الشغل تمام، وهتروحي راجعه تاني داخلها فين على مطرح في اللي بعدها بقى، مطرح ما ايه ما قفلتش الاعمده مع بعض. هتجيبي بقى الخرزايه وتركبيها، تحطيها جواها كده وتركبيها زي ما ركبنا الاولى، تظبطي كده بحيث ان الخيط ما يبانش معاكي تمام. ثبتيها بقى كويس كده وتكرري بقى في كل الخرز اللي انت هتركبيه تمام. هتفضلي تكرري وده المنظر عندك زي ما انت شايفه كده، شكلها جميله اهي تمام. ده كده الشكل عندك بعد ما كررنا ال5 سطور مرة كمان، وبقى عندنا سطرين من الكب كيك شكلهم جميل جدا تمام. انا كده خلصت معاكي الفيديو، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. لحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.